السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدت والعود أحمد بعد غياب طويل دام تقريبا 10 شهور. السبب هو أنني لم أتوصل بهذا البين كود، وأخيرا وأخيرا اليوم بمناسبة عيد المرأة العالمي 8 مارس جاتني هذه الهدية. عيطوا لي من البوسطة وقالوا لي راجتك واحد البرا، مشيت قبضتها لقيت جوجل ادسنس هو اللي مصيفطها ليا. الحمد لله والشكر لله. بغيت نعاود لكم المعاناة ديالي باش وصلني هذا الكود. كملت، تعرفوا بان انشاء قناة ماشي سهل. درت القناة ديالي كان سميتها شهوات عتيقة البسيطة وعالمها، بدلتها من بعد ودرت نسمات عتيقة باش نقدر ننوع في القناة ديالي. باش تدخل لك بعدا القناة المراجعة خاص تحقق واحد جوج شروط اللي ماشي سهلين. خاصك تربح 1000 مشترك ودير 4000 ساعة لمدة سنة ما تفوتهاش. دزت هذه المرحلة الحمد لله، كنت حققتها أنا في 7 شهور. من بعد ما كتحقق هذه المرحلة كتدخل القناة ديالك مراجعة وكيوافقوا لك عليها وكتبقى كتخدم. ملي كتخدم تيكون واحد الشرط آخر بعد ما كتدخل القناة المراجعة وتتقبل لك، شرط واحد آخر باش نقدر تفعل الكونت ادسنس ديالك اللي هو خصك تجمع 10 ديال الدولارات. خدمت عليها كذلك ومثال لمدة تقريبا 6 شهور عاد جمعوا لي 10 دولارات، علما ان القناة ديالي باقي صغيرة باقي ما فيهاش المشاهدات. فعلا جمعت 10 دولار. في هذه المرحلة هذا الادسنس كيصيفط لك تلقائيا واحد الكود بين سكري، تيجيك طبعا عبر البوسطة وتيجيك في العنوان اللي نورمالمون كتقيدو اول مره كتدي القناه ديالك، العنوان اللي كتعطي الشخصي ديالك. هذاك هو فاش يجيك واحد الجوا، راه هو هذا اللي مرسوم، تيعطيك فيه واحد البين كود، وهذا هاد البين كود تيكون يميزو كل حساب على حده، يعني هادو تيكونوا مكون من 6 الارقام، يعني داك البين ديالك انت ما غيكونش عند واحد اخر مثلا عنده قناه وهكذا دوالك. انايا رسلت رسلوا لي ترسلك في الجيميل بانه راه غادي يوصلك واحد الكود مده مثلا 3 اسابيع حتى لاربعه، غادي توصلي بواحد الكود اللي غادي تدخلي. داز هذاك الشهر ما وصلنيش. في هذه الحاله هذه نورمالمون كنحنا كنقومو بواحد الطلب، كنصيفطو المره الثانيه طلب باش يعطيونا الكود، تنصيفطو لجوجل ادسنس. كتسنى كذلك ومثال 3 سيمانات أو 4، الا ما وصلكش كتصيفطي المره الثالثه. انايا هذه المساله ما كنش عارفاها، ايطوندوني انا في حقيقة غنقولها لكم شويه بليده في هذا الميدان التكنولوجيا، وما كنش كنسول في الحقيقة بزاف. دخلت لهذا الميدان غير هكاك، ما عرفتش عليه كاع بزاف المعلومات ودخلت ليه. ما علينا، صفت المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، ورغم ذلك ما توصلش بالبين كود ديالي. الوغ في هذه المرحله في الحقيقه عجزت بزاف وقررت نوقف الفيديوهات ديالي على القناه، ما بقيتش كنرمي فيها اي فيديو. وقفت على اساس انه هذا الكود ادسنس ملي كيجيك نورمالمون كتدخليه، هو عباره عن 6 الارقام كتدخليه. اشنو هو الدور ديالو؟ هو تيمكنك من سحب النقود من خلال هذا الرقم. الا ما دخلتيش هذا الكود يعني بحال كتولي خدامه فابور، كترمي الفيديوهات ديالك وتوقفوا لك الاعلانات. الا لاحظتوا المتتبعات والمتتبعين ديالي في القناه راه غتلقاو الاعلانات ما بقاوش عندي في هذا في الفيديوهات ديالي، حيت جوجل ادسنس وقفهم ليا حيت ما دخلتش هذا الكود. والدور ديالو كذلك انه ادسنس تتاكد بانك فعلا انك شخص حقيقي، ملي كيصيفط لك هذا الكود تعاود ترد ليهم، يعني انك فعلا راك انت شخص حقيقي اللي داير هذه القناه. ما علينا، عجزت في الحقيقه، عجزت ورجعت للور وجاني الاحباط صافي. والناس بزاف تنشكرهم بزاف اللي عاونوني لا عن قرب ولا عن بعد، واللي تاكد من خلال هذا المشكل اللي وقعت فيه انه فعلا عندي متتبعات مخلصات. كنشكرهم بزاف من هذا المنبر، وكنشكر بالخصوص بعض الموظفين، غنذكر سميتهم وسمحوا لي غنذكر سميتهم هنا. كنبغي نشكر صاحبتي وصديقتي وحبيبتي ملكة
اللي هي صديقتي عزيزه عليا بزاف، اللي ساندتني فعلا معنويا بزاف بزاف، وقت ما بغيت نتراجع تزيدني هي القدام وكتشجعني. كنشكرك بزاف ملكه من هذا المنبر. كنبغي نشكر كذلك حسن، ده هو صديق ديالي في العمل، اللي في الحقيقه هو اللي فك لي في الاخير هذا المشكل هذا، هو اللي عارف الخطأ مناش درت اللي درت باش ما بقاش وصلني الكود. هو فعلا الخطأ درتو يمكن في العنوان الاول اللي فاش تكون الحساب الادسنس ديالك، ديك البيانات اللي كتصيفط في الاول هو علاش يعتمدوا هما فاش يرسلوا لك هاد البرا هذه. انا يمكن خطأت فيها، كي قلت لكم انا في هادشي ديال التكنولوجيا بليده واحد شويه كنعترف بها. عاود هو عدل لي هذوك المعلومات اللي كنت دخلت انايا في الاول، عاود هو صح لي كاع داكشي اللي ما خصنيش ندير، وقال لي شنو خصني ندير، وعاود نرسلنا طلب للمره الثالثه، والحمد لله جاني الرد. كنشكرك بزاف حسن من هذا المنبر، انت كذلك الله يجازيك بخير. كنبغي نشكر كذلك واحد السيده اللي عاونتني مزيان ووقفات معايا وما خلات ما دارت معايا فين ما بان ليها شي فيديو ولا شي حد عنده نفس المشكل ديالي الا وكتواصل معايا وكتقول لي دقي هذا الباب راه يقدر يتحل لك المشكل. كنجي عندي برجليها الله يجازيها بخير، الله يخلي لها وليداتها. كنبغي نشكر بزاف سهام، ومن هذا المنبر كنقول لكم دخلوا القناه ديالها، راه عندها قناه سميتها سهام رهفز، راه كدير داكشي زوين وزعما مفيد، كنتمنى تزوروا القناه ديالها. المهم على كل حال كنشكر جميع اللي دعموني، وتنبغي نقول بان من خلال هذا المشكل اللي وقعت فيه في الحقيقه تبين لي بان باقي الخير في الدنيا، باقي الناس اللي قلوبهم بيضاء، باقي الناس اللي ما فيهمش الحقد والحسد اللي كيبغيو لك الخير بدون مقابل. شكرا لكم بزاف، وهذا درس تعلمته في الحقيقه، وشكرا لكم مره اخرى. ودابا ان شاء الله غادي نقول لكم، غادي نوعدكم بالجديد في القناه ديالي، غادي ندير لكم شهيوات ووصفات، وغادي ندير لي فلوغ ان شاء الله. وتنتمنى تعجبكم القناه ديالي، وكنقول لكم هذه احسن هديه كي قلت في الاول اللي خديت في 8 مارس. الى اللقاء، وان شاء الله نتلاقاو في وصفات.